وطنيه كامله مقفوله ل 200 كرسي او 200 كرسي يعني لكل الفئات المختلفه اللي نص عليها الدستور، او دوائر مغلقه ايضا في كل محافظه، بحيث ان احنا مش اقل من 100-150 ست لازم تكون في البرلمان المصري. بنقول المرأة تشارك بفاعلية بالنسب التي تستحق، بالمناصفة، بحق ما أعطت، بحق ما ادت عبر تاريخها، بحق ما تستطيع أن تعطي، بالكفاءات العالية اللي بين النساء وبين الفتيات وبين أجيال الثائرات الرائعات. وخلال مؤتمر عقده المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع المنظمات والحركات النسائية في مصر، أكدت المشاركات أيضا على حق المرأة في التعيين كقاضية بمجلس الدولة طبقا لنص المادة 11 بالدستور الجديد. بنطلب أيضا تنفيذ المادة 11 من الدستور اللي بتنص على المساواة التامة في جميع مجالات الحياة ما بين الرجل والمرأة، لأنه لقينا بعد وضع الدستور أن في المرأة مش قادرة أن هي تحصل على منصب القاضية اللي يعني معترف به منذ فترة. وتؤكد المادة 11 من الدستور الجديد على المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف القيادية والعامة، كما تضمن الدولة تمثيلا مناسبا للمرأة في المجالس النيابية. بعد أن لعبت دورا محوريا في إقرار الدستور الجديد، تؤكد المرأة على أحقيتها في تمثيل مناسب في لجنة صياغة قانون انتخابات مجلس النواب وأي لجنة أخرى منوطة باتخاذ قرارات أو سياسات عامة. من مقر المجلس القومي للمرأة، آلاء حامد، النيل. قال حاكم منطقة بلوغورود الروسية إن جماعات مسلحة حاولت قطع الطريق الذي يربط شبه جزيرة القرم بأوكرانيا. في الوقت نفسه ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن قوات روسية مسلحة استولت على أسلحة خفيفة من قاعدة الرادار في القرم، وحثت المواطنين في شبه الجزيرة على دعم من وصفتهم بالقادة الشرعيين للبلاد. وقال وزير الدفاع الأوكراني في الحكومة المؤقتة إن قوات روسية استولت على أسلحة من مركز تدريب عسكري أوكراني في وسط مدينة سيفستوبول، وقاموا بنقلها إلى الأسطول الروسي المتمركز في البحر الأسود. حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين من مواجهة عزلة دولية إذا لم يسحب قوته التي بدأت في الانتشار في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، بعدما فوض البرلمان الروسي الرئيس بالتحرك العسكري في الجمهورية السوفيتية السابقة. وقال البيت الأبيض في بيان له إن أوباما طلب من بوتين خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة طلب إعادة قوته التي انتشرت في القرم، بينما أبلغ الرئيس الروسي أوباما أن بلاده تحتفظ بحق حماية مصالحها ومصالح الناطقين بالروسية في أوكرانيا. وفي ردود الفعل الدولية أيضا أعلنت كندا استدعاء سفيرها لدى روسيا للتشاور بشأن الأزمة في أوكرانيا، وهددت بتجميد مشاركتها في اجتماع قمة مجموعة الثمانية المقرر عقدها في سوتشي. وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أوكرانيا، طالبت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانتا باور بإنهاء التدخل الروسي في أوكرانيا، وكذلك إرسال مراقبين دوليين إلى شبه جزيرة القرم. جاءت كلمة باور بعد نداء أطلقه السفير الأوكراني في الأمم المتحدة، طلب فيه مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان الروسي على بلاده، متهما موسكو بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة. من جانبه رفض السفير الروسي في الأمم المتحدة الاتهامات الأوكرانية، مؤكدا أن الحل لهذه الأزمة يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية. هذا ومن المقرر أن يعقد حلف شمال الأطلسي اجتماعا طارئا اليوم لبحث الأزمة الأوكرانية. يأتي الاجتماع بناء على طلب الرئيس البولندي لتخوف بلاده من التدخل العسكري الروسي المحتمل في أوكرانيا. كما يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا غدا لبحث هذه الأزمة.
كان رئيس أوكرانيا الانتقالي ألكساندر تارتشينوف قد أعلن في وقت سابق وضع الجيش في حالة استنفار ردا على موافقة المجلس الاتحادي الروسي على استخدام القوات المسلحة في أوكرانيا. جاءت موافقة مجلس الاتحاد الروسي بناء على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة لما وصفه بالوضع الاستثنائي في أوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له حياة مواطني الاتحاد الروسي. في ظل التحركات العسكرية الغامضة لوحدات من الجيش الروسي تجاه أوكرانيا، يتنامى القلق الدولي حول طبيعة رد فعل موسكو تجاه تطورات الأحداث في كييف، خاصة بعد عزل حليفها الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش. الولايات المتحدة من جانبها صارعت بالإعراب عن قلقها العميق فور ورود تقارير تفيد بوجود تحركات عسكرية روسية في أوكرانيا. وحذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما روسيا من أن أي تدخل عسكري من جانبها في أوكرانيا سيكون له ثمن. وخلال اجتماع مجلس الأمن لبحث الأزمة في أوكرانيا، سعت واشنطن إلى تدويل الأزمة وطالبت بأن يتم فورا إرسال بعثة دولية للتوسط في قضية شبه جزيرة القرم، ودعت من خلال سفيرتها الدائمة لدى الأمم المتحدة سامانثا باورز، دعت روسيا إلى سحب قواتها من جمهورية القرم الأوكرانية التي تتمتع بحكم ذاتي. كما دعا المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة يوري سيرجييف مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء إزاء الوضع المتصاعد في أوكرانيا، ووصف المندوب الأوكراني تصرفات روسيا تجاه بلاده بالعدوان. في المقابل انتقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشيركين بشدة، انتقد التصريحات التي أدلى بها نظيره الأوكراني، مؤكدا أن قوات بلاده العسكرية تحركت في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا بناء على اتفاقية تعاون بين موسكو وكييف. الحراك السياسي الدولي تجاه الوضع في أوكرانيا اشتد في أعقاب ورود تقارير تفيد بتحركات عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، والذي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية في أعقاب عزل يانوكوفيتش، والذي يتمحور حوله الآن القلق الدولي خشية أن يؤدي انفصاله عن أوكرانيا إلى تصعيد جديد في الأزمة التي ما لبثت أن تهدأ بحلها. ونتحول لمتابعة الشأن السوري. أكد متحدث باسم المعارضة السورية في مدينة يبرود في القلمون بريف دمشق أن الطيران الحربي قصف المدينة بالقنابل العنقودية، وذلك بعد تكبد قوات الجيش النظامي خسائر فادحة على حد قوله. في الوقت نفسه أفاد ناشطون سوريون أن الجيش الحر استهدف القوات الحكومية المتمركزة في مطار الناصرية العسكري بمنطقة القلمون ومطار دير الزور العسكري بعدة صواريخ جراد. من جانب بها قالت وكالة الأنباء السورية الحكومية إن قوات الجيش سيطرت على بعض المرتفعات المحيطة بيبرود في سلسلة عمليات مركزة. أعلن الجيش الباكستاني أنه قام بتفجير معقل قيادي عسكري صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 5 مسلحين، وذلك بعد يوم واحد من أعلان طالبان وقف إطلاق النار لمدة شهر لإحياء محادثات السلام مع الحكومة الباكستانية. وكان الهدف من هذه العملية القيادية ملا تاماتشي، والذي قاد أمس هجوما على قوات الأمن وفريق تطعيم شلل الأطفال ما أدى إلى مقتل 12 شخصا. فقد أكد المتحدث باسم الحكومة الباكستانية أن أي هجوم إرهابي من قبل جماعة طالبان سيتم الرد عليها، مشيرا إلى أن الحكومة على استعداد لإحياء محادثات السلام إذا التزم طالبان وميليشياتها بالهدنة. شن مسلحون هجوما على محطة قطارات بمدينة كونمينغ في جنوب غرب الصين، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل، من بينهم 4 من المهاجمين، بالإضافة إلى إصابة 130 آخرين. واتهمت الصين متشددين من منطقة شانجيانغ موطن اليوغور المسلمين الواقعة في أقصى غرب البلاد بالتورط في هذا الحادث. يمثل هذا الهجوم تصعيدا كبيرا في الاضطرابات التي تركزت في تشينغ يانغ، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص خلال العام الماضي. إلى تطورات الأوضاع في تركيا، حيث صدق البرلمان على قانون يقضي بإغلاق آلاف المدارس الخاصة.
والتي يدير العديد منها الداعية الإسلامي فتح الله جولان، والخصم هو الخصم اللدود لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. يأتي ذلك بينما رفضت المحكمة الدستورية طلب طعن تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض ضد قانون المجلس الأعلى للقضاء والمدعين بحجة وجود نقص في الإجراءات القانونية. وضع هش أكثر من أي وقت مضى تعاني منه حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد تعرضها لأكبر هزة منذ سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد العلمانية قبل 11 عاما، وذلك حين ظهرت فجأة قضية فساد كبيرة وألقت الشرطة التركية القبض على عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة ووجهت لهم تهم الفساد المالي. وقد شكل نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل ضربة جديدة قد تكون قاضية للأردوغان، بينما وصل الرجل أقاويله بأن هذه التسجيلات مفبركة. تركيا لن تكون محاصرة بهذه التسجيلات المفبركة ولن يسمحوا بالنيل من استقلالها. وبحسب محليون فإن سبب الأزمة هو الصراع الدائر الآن بين فتح الله جولن الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة وبين أردوغان، حيث تتمتع جماعة جولن بنفوذ كبير في تركيا ولها مدارس خاصة. وقد صادق البرلمان التركي على قانون إغلاق المعاهد الخاصة وتحويلها إلى مدارس حكومية. دعوكم من مدارسهم، مدارس التقوية التابعة للتنظيم الموازي، اتركوا معاهدهم وقولوا لهم حسبنا المدارس الحكومية. ويتهم أردوغان القضاء والشرطة بالخضوع لنفوذ جولن وبأنه وراء فتح التحقيقات في قضايا الفساد المزعومة. ودعا رئيس الوزراء التركي جولن إلى العودة إلى تركيا وممارسة السياسة إذا شاء، لكن دون إثارة الفوضى في البلاد. وينفي رجل الدين فتح الله جولن أي دور له في تحقيقات الفساد والتي تكشفت قبل انتخابات محلية مقبلة والتي يعتبرها البعض اختبارا حقيقيا لشعبية أردوغان. وتستمر الاحتجاجات المناهضة أردوغان وتطالب باستقالة حكومته على خلفية قضايا الفساد، وخاصة بعد إفراج القضاء التركي عن أبرز المشتبه بهم في فضيحة الفساد التي تطال الحكومة، وكذلك فضيحة التسجيل الصوتي لأردوغان ونجله. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من أخبار: تأجيل محاكمة الرئيس المعزول وأربعة عشر آخرين في قضية أحداث الاتحادية إلى الثلاثاء القادم بسبب سوء الأحوال الجوية. جناح عابدين تبدأ اليوم أولى جلسات محاكمة 77 متهما في أحداث اشتباكات رمسيس الثانية. واشنطن تحذر موسكو من عزلة دولية وتطالبها بسحب قواتها من أوكرانيا. انتهت النشرة، إلى اللقاء.